بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى نتخيل مع بعض ان احنا في الحصة على السبورة الصغيرة دي، هشرح لك زمن الماضي البسيط بشكل مختصر زي ما هيجي لك الامتحان. مش هنتفزلك ولا نتكلف ولا واحدة واحدة. هتلاقي الكلام ده على كل وسائل التواصل الاجتماعي. انت تمام؟ يلا تعالى بص معايا. مفيش فزلكة زي ما تكون في امتحان بالظبط. في حاجة قابلتك وسيادتك مش عارفها، تواصل معايا. انا قاعد على الكرسي اللي انت شايفه اهو، سبورت الصغيره قدامي، كاننا في حصه. عيش انك انت تاخد درس اونلاين زي ما بيقول، او على حصه. خلاص ركز معايا. The past simple tense، زمن الماضي البسيط. يعني ايه زمن الماضي البسيط في الاول؟ يعني الفعل ده حاجه عملتها وخلصت. لما يكون حاجه عملتها وخلصت، زرت عمك الاسبوع اللي فات، اتفرجت على ماتش امبارح، معاه مثلا قريت قصه من 3 ايام، لعبت كوره معاه وانت صغير كنت بتتكلم بصوت عالي، بتكلم كده حاجه منتهيه، يبقى حاجه خلصانه. عشان كده قبل ما اشرح لازم تحفظ الكلمات دي، باختصار وببساطه كده. لازم تحفظ كلمه يسر دي، يسر علي، يسر دي، يسر دي يعني امبارح، امس. يبقى لازم تحفظ كلمه يسر دي، يسر دي يعني امس. لازم تحفظ كلمه لاست، زي مثلا لاست ويك، لاست يير، لاست مانث. لاست ويك يعني الاسبوع الماضي، الاسبوع الماضي. انت حر، عايز تقول الشهر الماضي، لاست مانث السنه الماضيه، لاست يير مع الموسم الماضي، لاست سيزون او سيزون. ماشي. لازم تحفظ كلمه اجو، لازم اجو يعني منذ، ودي لازم قدامها فتره زمنيه، يعني مثلا منذ 3 ايام، منذ 4 سنين، منذ 5 اسابيع، منذ يومين، منذ 3 ساعات. حط فترة زمنية، وده هتشوفه في الجملة دلوقتي، اسمها أجو. اسمها إيه؟ أجو. أجو يعني منذ. لازم أعرف إن حرف الجر إن مع أي حاجة ماضية، وليكن رقم سنة عدة زي 2021 أو 2021 مثلا، يكون على رقم سنة عدة، أعرف إن أنا هستخدم الفعل في كل ده في الماضي البسيط اللي إحنا بندرسه. يبقى لازم في الأول، كأنك كنت في الحصة معانا بالظبط أهو، لازم في الأول أحفظ يستخدم ناس أجو إن مع ايه؟ في كلمة تانية أو تعبير تاني اسمه in the past. in the past يعني في الماضي، في الماضي. في كلمة اسمها once، وكلمة وراها على طول. once يعني ذات مرة. في كلمة one وتجيب أي كلمة زمنية، يعني ذات صباح، one morning. ذات ظهيرة، زي الدرس بتاع عمر في الثانوية العادية. One afternoon. مثلا زاد أمسية، one evening. زي الكلمة one night اللي في أولى ثانوي، one night ذات ليلة، تشوفها في قصة أولى ثانوي دي، بل ما أجيب لك أمثلة جت من أولى إعدادي لثالثة ثانوي. يبقى one دي، one مع لفظ زمني تديني ذات على طول، أو مثلا ذات صباح، one morning. ذات ظهيرة يعني في عصرية كده. ذات أمسية. ذات ليلة. تمام كده؟ طيب، يبقى إذا أكرر تاني، أنا بعيد كأني في الحصة. yesterday، last week، ago، إن مع رقم سنة ماضية، in the past، once، اول جمله وكابتن ركوبة، one morning one afternoon one evening one night. وقت معايا يعني ذات صباح، ذات ظهيره، ذات مساء، ذات ليله. كل ده هتحط الفيرب بتاع جملتك، واحنا خلينا طبعا شرح تكوين الجمله بالتفصيل. هتحط الفيرب في زمن النهارده اللي هو الباست سيمبل تنس. طيب ايه زمن النهارده بقى؟ ايه شكل الفيرب؟ في احط الفيرب ازاي؟ بوس يا سيدي،
تكوينه، يعني احط الفعل ازاي او اختار الفعل ازاي لما الاقي الكلمتين او اعرف ان هنا في الماضي البسيط. بص يا عم، انا عندي ثلاث انواع من الافعال. اول فعل لوحدي ده باشا، ده اسمه الفعل بي لما يكون فعل اساسي، بمعنى يكون. فعل بي لما يكون فعل اساسي بمعنى يكون، ده الباشا بتاع الافعال ده. ده ليه مضارع بسيط خاص بيه، وماضي بسيط خاص بيه، والنفي خاص بيه، استفهام خاص بيه. الماضي البسيط من بي لإيه موز، لإيه موز، لإيه مويت، معنى كان أو كنت. طبعًا أي ووز، هي أو علي ووز، شي أو هدى ووز، إت أو ذا كات أو ذا دوك ووز، بمعنى كان أو كنت. ووز، أنا كنت في المنيا، أي ووز في المنيا. كنت في اسكندريه، اي ووز ان الكزاندريا. انما وين زيها بس مع مع فاعلات ثانيه، مع وي وير، مع يو وير، مع ذي وير، مع اي اسم جامع وير. علي ان احمد وير، ذا بويز وير، ذا كاتس وير. تمام؟ يبقى دي غير تو بي، وحتى في النفي بحط نوت وراه برضه، في الاستفهام بقدمه، وده هديك امثله عليها. يبقى أول حاجة في الماضي البسيط إذا كان الفعل بي اللي هو كان جاي لوحده في الجملة وهتعبر عليها الماضي بالماضي، يبقى سيبتك دي بوظة. زي إيه؟ زي مثلا معايا أي أي لغة إن منيا المنيا المنيا لاست 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 ويك. عايز أقول أنا كنت في المنيا الأسبوع اللي فات. هنا هجيب الماضي البسيط من بي كلمة ووز. لو عايز اقول ما كنتش بقول اي ووز نوت. عايز اسال اقول وير اي او ووز هي، اي حاجة. هنتكلم الكلام ده بالتفصيل في التساهل. يبقى استخدم ووز هنا. طب ولو كانت هنا، لو كانت هنا هما كانوا في المنيا الاسبوع اللي فات، لو كانت كلمة ذي مثلا، ذي مثلا، يبقى هتتعب بدل ووز هتبقى ايه؟ هتبقى ايه؟ هتبقى وير، هتبقى وير. خلصنا من فيرب تو بي. يبقى اول تكوين للزمن ده اذا كان الفعل بي بمعنى يكون هو الفعل اللي كنت بتكلم بيه بمعنى كنت، يبقى هتخليها ايه؟ موزه ويل وخلاص. طيب في افعال ثانيه، الفعل المنتظم، الفعل المنتظم اللي هو بنسميه انتوا عادي، اللي بنسميه بالانجليزي رج رج ريجيولار فيربس، يعني افعال منتظمه. ده على طول يا معلم يا سعادة الباشا يا زميلي هنحط له اي دي. مع وضع في الاعتبار الكلام الفاضي بقى اللي في الامتحانات، اذا انتهى الفعل الاي بالزوال دي بس، اذا انتهى الفعل انتهى معاه بواي مسبوق قبل ساكن تبقى اي اي دي، زي ستاد ستاديد. دي معلومات فارغه يعني اعلمها لك عشان انت بتكتب ايه الباراجراف ما تغلطش يعني في السبيلنج. انما مش هيجي لك امتحان واحده باي تي واحده باي تي، لا طبعا. لو انتهى بحرف ساكن مظبوط حالك زي ستوب اهي، وانتهى بحرف ساكن مظبوط حالك، بضاعف الحرف الساكن الاخير. اهم حاجه انت تقول بقى ان الفعل المنتظم بتضيف له اي تي، ودول ملايين ملايين الافعال، ومن كرم ربنا ان انت المرحله الابتدائيه بس انت خلصتهم، يعني بمعنى 98% انت خدتهم. اديني مثال يا مستر، اديني مثال. لما اعمل كده اهو، ركز في مثال اهو يا عم الحاج، مثال مثال. 3 years years ago، منذ 3 سنين معايا. they لو مثلا علي واحمد مثلا، they visit يزور، visit يزور باريس، باريس اللي هي ايه؟ باريس. باريس في فرنسا. فعل ده غلط. ليه يا مستر غلط؟ في سيام نزول ده غلط، لان انا بتكلم عن حاجه خلصت في الماضي، يبقى لازم ده يبقى ماضي بسيط. طب اعمل ايه؟ ده فعل منتظم، اذا بقى اتعب وزود بايدي خلصت يا سيدي، مفيش اي مشكله. يبقى انا عندي اهو زي ما انت شايف، اذا كان الفعل بيد معناه كان اجيبه زويل وخلاص. إذا كان فعلا منتظم، إذا كان فعلا منتظم أهو قدامك زي فيزيت ولايك وبلي والصدي ووتش، كتير عندك أنا مديك ورقة تتخطى عندك ورقة. إذا كان فعل منتظم يبقى بتحط له إيدي. طب فعل غير منتظم، فعل غير منتظم
الفعل في معايا بخلص ده اهو خلاص اهو ثلاثة يبقى ده واحد أو واحد الثاني الثالث أهو الفعل الفعل غير المنتظم اللي بيسموه الطلبة شاذ اللي بنسميه احنا بتوع الإنجليزي ار هضيف له البريفكس بس ار أهي أحط ار دي ار رج الريدي الرجي الريجيولار فيرب ده اللي هو أنت بتحفظه ده اللي بتحفظه زي سي الماضي منها سو رأى ران ران رايت يكتب روت ريد ريد خلاص باي بوت مثال لما اقول كده مثال اكزامبل يستر دي يستر دي اي نوجر واحط لك بتوين براكتس كده بين قوسين يشتري باي ا موبايل امبارح انا اشتريت موبايل غلط طبعا باي كده ليه غلط يا مستر لان انا عندي الكلام في الماضي يبقى اذا مستر دي تخليني احط باي في الماضي الماضي والباي المفروض انت سيادتك حافظها بوت باي بوت بوت طبعا عندك كتير لك ولا انا فيها افعال والمذكره ان شاء الله تبقى جاهزه قريبا في كل حاجه او المصدر يبقى معاك ان شاء الله قريبا ده بالنسبه للي خدنا ايه الكلمات اللي لازم احفظها عشان خاطر اعرف ان انا في الماضي البسيط في جملتي طب اكون الفعل او اختار الفعل بناء على ايه اذا عرفت ان ده ماضي بسيط والله ان كان الفعل دي فعل اساسي بتجيب له هوز وير ان كان فعل منتظم التصريف بتحط معذره تحط اي دي مع وضع في الاعتبار بعض الملحوظات اذا كان الفعل طبعا غير منتظم يبقى سيادتك تعمل ايه بتجيب التصريف الثاني اللي معليك حظه كده ناقص ايه في الماضي البسيط؟ النفي والاستفهام وبعض الملحوظات اللي عليه. همسح الكلام ده طبعا واضح عندك في الفيديو. هتمسح الكلام ده خالص ونشوف بقى قبل ما اخد النفي والاستفهام عايز اوضح لك حاجه جميله جدا هي مصر. كلمه وين يعني عندما ده لو جت كلمه عندما في الجمله وانت بتحكي عن افعال منتهيه في الماضي يبقى لازم في الماضي المصري الافعال معها مصر زي ايه زي وين عندما وين اي ووز ماضي واي ووز ان منيا لما كنت في المنيا اي نوت ماي اونت زرت ماي اونت خالتي يبقى لازم هنا تبقى فيزيتد دي الاول ملحوظه على كلمه وين يعني عندما ايه الملحوظه الثانيه يا مستر قبل ما اشرح لنا في الاستفهام ايه الملحوظه الثانيه في كلمات انت درستها في ابتدائي كانت اسمها كلمات المعادة اسمها adverbs of frequency يعني ظروف التكرار وهم مصر زي كلمة إبري يعني كل إبري يعني كل كلمة يوجولي يعني عادة يوجول عادة sometimes يعني أحيانا sometimes يعني يا شباب أحيانا زي كلمة often أو often يعني غالبا زي كلمة always وشوف نطقها لها نطق ايه الكلمة دي لها نطق ايه اما تقولها always زي كلمة always كل الطرق اهي كانك بتنطق الكلمة دي always لما always زي ما تكون بتنطق كده اهو زي ما تكون بتعمل كده اهو يبقى لما تقول always لما تقول ايه always بمعنى ايه معناها دائما وكلمة never ابدا الكلمات دي بنسميها في غيرها طبعا الكلام بنسميه في الانجليش adverbs of frequency الادفيرس اوف فريكوينسي دي اللي هي ظروف التكرار زي ما كنت بجيها في المضارع البسيط لما تكون العاده في الحاضر ينفع احط الفعل في الماضي البسيط لو كانت عاده كنت بتعملها السنه اللي فاتت او انت في ابتدائيه مثلا او انت في اعداديه مثلا انت دلوقتي في جامعه كان ليك عاده معينه بتعملها في الثانويه
وانت في ثانويه كان ليك عاده كنت بتعملها في المرحله الاعداديه، انت في الاعداديه كان ليك عاده بتعملها في الابتدائيه. يبقى تحط الفعل معاهم في الماضي البسيط وموقفهم او موقعهم زي ما اتعلمت. تاتي بعد وصوير وقبل كل الافعال ما عدا كلمه ايفر تيجي في الاخر. اديني مثالين يا مستر. عايزين مثالين ثلاثه. نكتب مثالين ثلاثه يا عم الحاج. نعمل مثالين ثلاثه. نعمل مثالين ثلاثه. حاضر اهو. خلي بالك معايا. خلي معايا. Last week I visit my grandma every day. الأسبوع اللي فات زرت جدتي كل يوم. يبقى قال ابره يا حاج ابره. بس الكلام كان امتى؟ كان الأسبوع اللي فات. يبقى دي اسمها عادة كانت في الماضي. في الحالة دي احط ايدي بقى لفيزيت. تبقى الفعل يبقى اي فيزيتد. مثال تاني. She always eat يعني تأكل fish سمك when عندما she هي كانت was in Alex وهي في اسكندرية وهي بتصيف في اسكندرية من 3 أو 4 شهور كانت بتاكل سمك. يبقى في الحالة دي أنا معايا always أهي قبل الفعل أهي. في الحالة دي أغير eat بالماضي منها اللي هي ايه لان ده فعل غير منتظم. eating. خلصنا كده. كمان قبل ما اخش في ده في الاستفهام ممكن في قاعده هتاخدها ان شاء الله شويه لقدام اسمها used to. used to معناها كلمة معتاد عليها. ممكن الجمل دي كلها اشيل الماضي البسيط واخليه used to زاد المصدر. يعني ممكن اقول ايه؟ last week I used to visit my grandma every day. يبقى الماضي البسيط بيساوي يوزد زائد المصدر. يبقى الماضي البسيط بيساوي كلمة تعريف بالانجليزي اسمه يوزد تو زائد المصدر. هنا برضه she always ate fish when she wasn't etc. ممكن اقول كده اهو she used to eat. ممكن دي كلها تبقى she used to eat صح. كانت معتادة أن تأكل. ممكن أشيل الويز إيت ها وأقول إيه يوز تو إيت. خلصنا كده من كل حاجة عن الماضي البسيط. ناقص حاجتين اتنين بس النفي والاستفهام ويبقى خلصت قاعدة الوحدة الأولى. هوريك بقى إزاي أسأل سؤال وأنا شرحته في الحصة قبل كده. شرحناه في الحصة قبل كده أهو. خلي بالك معايا مثلا الواد إيه بيكلم الواد بي. بي بيقول إيه؟ Yes أو no طبعا. Yes I visited أهي أبينها لك عشان تبقى واضحة. I visited المنيا. Yes I visited Alexandria. أيوة أنا زرت المنيا. أيوة أنا زرت اسكندرية. علمتك أنا إلا في المواقف يعني بعض المواقف علمتك أنا إن إذا بدأت الإجابة بيس أو نو يسموه ابدا السؤال بيا رجاله بفعل مساعد هتلاقيه بعد الفعل بعد السبجكت. يعني لو لقيت ام لو لقيت از لو لقيت ار لو لقيت ووز لو لقيت وير لو لقيت هاز لقيت هاف لقيت هاد لقيت كان لقيت كود لقيت ويل لقيت وود يعني دول لو في تاني دول اسم افعال المساعده. اللي جيت بعد الفعل فعل مساعد حركه النص قدمه يعني did you have you خلاص do you has he can you can he could she بتبدا بيه. طب ما لقيتش ده يبقى ماضي بسيط او مضارع بسيط. هتبص هتلاقي ايه. طب الطالب اللي مش مستوعب قوي هقول له كلمه ايه اذا لقيت الفعل اخره دي يبدا بديت. يبقى ابدا الفعل المساعد عندي ديد طبعا لازم وراها اي بتغيرها ليه. ان كان تي تطلع ايه كان شي تطلع شي
كانت علي تطلع علي، كانت وي تطلع يو، ان كانت يو ان كانت مثلا ذا بول تطلع ذا بول، ذا جير تطلع ذا جير، تطلع فوق ذا جير، السؤال كانت هدى تطلع هدى، كان خالد تطلع خالد، ان كان عمر تطلع عمر، ان كان ضمير اتغير زي ما زي اي تبقى يو، يبقى ديد اي هتبقى ديد يو، ديد يو خلاص، واشيل الاي دي عشان مكانها ديد، يبقى ديد يو فيز بس يا سيدي. وكمل الجمله من يا يستر دي مثلا. طب نوع ديد انت برضه ديد يو فيز من يا يستر دي، يبقى عين السؤال عن الماضي البسيط ابدا بديد، ابدا سؤالك بايه؟ بديد، ابدا سؤالك بايه؟ بديد، عند السؤال عن الماضي البسيط ابدا السؤال بديد، ابدا السؤال بديد، جميل خالص، ابدا السؤال بديد، ورجع الفعل لاصله. طب نفرض مثلا كانت هنا مثلا سو راى يس اي سو منيا، ايوه انا شفت المنيا، يبقى ارجع سو لاصلها سي، يبقى ملخص القاعده اذا اردت ان تسال بفعل مساعد ها ابدا بديت، بديت اذا كان ماضي بسيط يعني، ويعود الفعل بعد ان تاتي بفعل ويعود الفعل الى مصدره، ان كان اخوي دي رجعه، ان كان ماضي شاذ او غير منتظم انت سيادتك حفظ المصدر منه رجعه لمصدره، كمل كلامك لغايه علامه الاستفهام اللي هي كويستشن مارك، ده لو بدا بيسموه. جميل. طب يا عم الحاج لو كان مفيش اسمه نو، يعني مفيش يهدي، يعني واد ايه بيكلم واد بي، بي ما قالش ايه، قال مثلا اي فيزيتد، اي فيزيتد او اي سو طبعا او اي سو منيا 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 معايا لاست ويك، انا شفت المنيا، انا زرت المنيا، زرت اسكندريه الاسبوع الماضي، مفيش يس ونو، مفيش يس ونو، اذا لم تبدا الاجابه بيس ونو ابحث عن كلمه من كلمات الاستفهام اللي هي كويستشن ويرد حسب المعلومه اللي هتسال عنها، هتسال عن المنيا يبقى وات، خلاص هتسال عن لاست ويك يبقى وين، متى، انا هسال مثلا عن لاست ويك اشيلها واجيب مكانها الكلمه اللي انا اخترتها وين، متى، متى، واجيب مكانها وين يعني ايه؟ يعني متى، اجيب مكانها وين يعني ايه؟ يعني متى، بس خلاص، واعمل اللي انا عملته فوق، مش لاقي فعل مساعد هنا اللي انا كنت كاتبه ام ويز وار ووز وير وهاز وهاف وهات وكان وكود ومين، مش لاقي حاجه من دول، يبقى مخه يروح لناس بدون ده ماضي بديت على لو ماضي كده يبقى ديد على طول، يبقى وين ديد؟ واي تطلع يو، غيرها تطلع زي ما هو، يعني ان كانت هي تطلع هي، شي تطلع شي، ذي تطلع ذي، انما هي بس اي وي اللي بتغير يو، وين ديد يو؟ بس واشيل الاي دي او ارجع السوسي، لازم دي، يبقى وين ديد يو فيزيت؟ وين ديد يو سي منيا؟ اوعى تنسى لاست ويك تاني، تبقى الجمله ايه؟ غلط، طبعا مش شرط وين، إذا كنت بتسأل عن مكان أسأل بوير وأحسب المكان، تسأل عن مين يا شيء أسأل بإيه بوقت، تسأل عن مثلا كيفية يبقى هاو، اللي أنا شرحته لك في الحصة كلمات الاستفهام وكل واحدة بتسأل عن إيه وقرناها مع بعض. تمام؟ يبقى ده كده لو عملنا سؤال. طيب لو كان الفعل اللي مفيش فيزيت كان الفيرب ووز وير بس في الجملة، قدامهم يا سيدي، يعني الواد إيه كلم بي وقال يس أي was I was at برب او برايمري، انا كنت في المدرسه الابتدائيه زي برايمري سكول، يبقى قدم طبعا عادي مفيش ديت بقى هنا، احنا قلنا was وير دي باشا في النفع حطهم التراب في السؤال قدامهم هي ماضي في حد ذاته، يبقى اعمل ايه؟ اي تبقى يو، طبعا يو ما تنفعش تاخد was يبقى تبقى وير، يبقى وير يو ات برايمري سكول، وير هل انت كنت في ابتدائي؟ يس اي was، نو اي was. لو عايز يسال معايا انت كنت فين؟ اين كنت؟ يبقى وير وير يو، لو ما فيش ايه وير وير يو. خلصنا من ايه يا رجاله؟ يا ابني اصحى انت واصحى انت. خلصنا من عمل سؤال. نروح للنفي اسمه نيجيشن، نيجيشن. اروح للنفي، نفس الفكره. اهي. اروح للنفي، نفس الفكره. اهي يا باشا اسمه نيجيشن. نيجيشن. النفي. النفي انا بحط نقط، بحط نقط. خلاص زي مثلا علي فيزيتد او علي راى سو ذا زو الحديقه بتاعت الجيزه جمله زي دي عايز اقول ما زارش وممكن علي كان في الحديقه علي ووز ات ذا زو يعني علي كان في الحديقه شفته في الحديقه
اي حاجه من دول صح. عالي موز ادى زو، عالي فيزت زو، عالي صوت زو، ثلاثه من دول بسيط. ووز معنى كان، فيزت زار، صوره. طبعا ووز ورد البشويات، لما اجي انفع احط نوت يبقى على مع ووز يبقى اوعى تديت ابدا، ووز حط نوت وخلاص. وكمل ال ذا زو. هنا بقى لازم تبنو، طالما الفعل في الماضي البسيط ومفيش مساعد اجيب تبنو، يبقى عالي اهي يا عم ديد، ديد انت او ديد نور، وترجع فيزت من اصلها لازم يعود الفعل لاصله، ولو كان شاذ ترجع سولي سي لازم يرجع لاصله، زي ايه؟ زي زو. ده الحمد لله رب العالمين، كل شيء على الماضي البسيط اللي هيجي لك الامتحان، ناقصك بس التدريبات. بص يا شباب، من غير تدريبات كل المجهود ده يروح اونطا. لان احنا في لغه، اللغه اصبح من 60 درجه. يعني كارثه، لازم تفهم، واكيد هيتغير في ايه؟ في نظام الامتحان او في المحتوى معاه او مواصفات الامتحان، لازم طبعا هيتغير في المفردات بتاع المعاناه عشان يخلق، عشان ايه؟ يحط اسئله فيها فكره. انت خدت النظريه زي مدرسين هندسه او رياضه، ناقص تدريبات، تدريبات جميله جدا، هعمل لك تدريبات هنا في الدرس، واعمل لك تدريبات على وسائل التواصل. شد حيلك معايا وركز معايا، هتلاقي كل يوم فيديو، هتلاقينا انا بطلع على طول كده على الفيسبوك، موجود على طول على الواتس، موجود على طول على ايه؟ على وسائل التواصل كلها. ما تنساش تخش على قناه مستر نادي الكوتش وتفعل الجرس وتعمل سبسكرايب. اشكركم جميعا، كان معكم مستر نادي فتحي كبير ورئيس قسم اللغه الانجليزيه مدرسه في اللبن الثانويه المشرفه.